ياسمين. الميس بتقول لي لو ما دفعتيش مصاريف المدرسه ما تجيش بكره. خلاص روحي بعد بكره. وكمان عايزين تبرعات للفقراء. عايزين تبرعات مننا يدوها للفقراء ولا هيلموا تبرعات يدوها لنا احنا؟ هو انا ليه كل ما اقولك على حاجه تقول لي لا بقى؟ انا بقولك لا على كل حاجه يا مفتريه. ليه مش امبارح قلتي لي يا بابا انا عايزه اخش انام قلتلك اه خشي نامي؟ ليه يا رب ما خليتش بابا غني. عادل ده كعب الغاز لسه ما اتدفعش، وده كعب الكهرباء ولسه ما اتدفعش، وده كعب الجزمه اتكسر ولسه ما اتصلحش. يا عادل انا ماشيه بعرج. يا عادل ايوه يا حبيبتي واضح ان انت ماشيه بتعرجي وانت بتضحكي على ماما. بص يا حبيبتي اكسري الكعب الثاني هتمشي مظبوط على طول. يا ربي يا ربي ليه ما خليتش جوزي راجل غني؟ ليه بس كده؟ عادل الحق يا عادل. ايه يا ماما؟ موتور مكنه الخياطه فوت وعايزينك تغيره. طب يا ماما ليه اغيره؟ يعني ما نعمل للموتور ده نص عمره مثلا؟ يا ابني خامس مره عملنا نص عمره الموتور، وكل نص عمره يشتغل وبعدين يبطل. طب ونعمل ايه يا ماما؟ ما انا معيش فلوس ان انا اجيب لك موتور جديد يا ماما. يعني هبك تمشي ببنطلونك مفتوق من ورا والناس تضحك عليك؟ يا ماما انا متهالي احسن امشي بالبنطلون مفتوق من ورا بدل ما تخيطهولي والناس يضحكوا عليا اكتر. يعني يا رب ليه ما خليتش ابني غني؟ يا رب يا رب. عادل عادل. ايوه يا حماتي تحت امرك. عادل من فضلك انا عاوزاك تدفع الفلوس بتاعت البطاطينات اللي انا جبتها بالتقسيط وبهدفعهم لك من المعاش. من المعاش؟ يا حماتي ما انا لغايه دلوقتي بدفع لك القسط بتاع اوضه النوم اللي انت قلتي هتدفعيه من المعاش، وبدفع لك القسط بتاع السشوار اللي بتضربي بيه دماغك انت وبنتك وقلتي هتدفعيه من المعاش، وقسط التريننج اللي انت لابساه ده وقلتي برضه هتدفعيه من المعاش. يا سلام، ودول اهم البطاطينات؟ يعني انت بترفض؟ انا لا املك حق الرفض، زائد ان لا املك مليم عشان ادفع لك صراحه. يعني ليه يا رب؟ ليه يا رب ما خلقتش جوز بنتي غني؟ ابي عادل. ايوه عايزه ايه يا نجلاء؟ عاوز احول من جامعه الحكومه لجامعه خاصه. ليه جامعه الحكومه دي بفلوس ولا ببلاش؟ ببلاش. طيب والجامعه الخاصه دي بفلوس ولا ببلاش؟ بفلوس. يعني هي زياده مصاريف، ما عندك واحده ببلاش، ايه اللي يوديك من ام فلوس؟ وبعدين انت كده كده يا ماما بفلوس ببلاش هتتخرجي وتتجوزي تقعدي في بيتك. ليه يا ربي ما خليتش جوز اختي غني؟ عايزه ايه يا سناء؟ بصي مفيش فلوس، وحتى لو في فلوس فبرضه مفيش فلوس. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ انا عايزه فلوس اللي عليك اللي انت سالفها يا نصاب. فلوس اللي افتح الباب افتح الباب يا ياسمين. دول يا حبيبي. ازيك يا ياسمين يا كلبوزه يا حبيب قلب كلبوزه. اوعى بقى خدي ورم منك. دولا حبيبي بقول لك ايه يا دولا؟ دلوقتي شركه النظافه عامه عايزه 50 جنيه حق تنظيف البازار وانا معيش فلوس يا دولا. وانا هجيب لكم فلوس منين؟ 50 جنيه عشان نظافه ب 50 جنيه؟ ليه يا رب ما خليتش دولا غني؟ يا سلام. وبعدين اساسا شركه النظافه دي لو جت نظفت البازار مش انت تبقى قاعد فيه؟ ما هيفضل مطين برضه هيفضل وسخ. انا معيش فلوس، اجيب لكم فلوس منين؟ اجيب لكم فلوس منين؟ اجيب فلوس منين؟ فلوس 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 اجيب منين؟ اجيب منين؟ ما انا لو كنت غني ما كانش بقى فيه مشكله. ليه يا رب ما خلقتنيش غني؟ استغفر الله العظيم. كانت اي واحده تطلب اي حاجه كنت هديها. غني غني غني. مليون جنيه بس؟ لا 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 يا ابني يا حبيبي، انت اما تعوز تتكلم معايا وارد عليك ما يكونش معاك اقل من 50 مليون جنيه. ها يلا اقفل 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 اقفل. الشحاتين مالوا البلد. بابي. ايه ياسمين يا حبيبتي؟ ايه مالك زعلانه ليه؟ انا شتمت ميس اليزابيث النهارده، قامت قالت لي كده عيب. قالت لك كده عيب؟ ده انا هربيها من بكره ما تروحيش المدرسه دي.
انا هفتح لك سلسله مدارس باسم ياسمين، واجيب ميس اليزابيث دي اشغلها في الحمامات وازنبها طول اليوم. انا بحبك قوي يا بابي. الحمد لله يا رب ان خلقت بابي غني. الحمد لله. خدي يا ياسمين، خدي يا حبيبتي شويه الفلوس دول، روحي هاتي بيهم ملبس، هاتي بيهم حاجه ساعه، اي حاجه اي حاجه. عزيز حبيبي. ايوه حبيبتي. فندق البهاما بهاما. البهاما بهاما انا مش فاكره خالص. اللي في استراليا يا بيبي. ايوه صح صح افتكرته، اللي بعد البحر على يمين نيوزيلندا كده وانت داخله. صح مظبوط. بعتوا لي تشيك بتاع الويك اند اللي فات. وريني كده. ايه ده معقوله؟ 2 مليون دولار بس يعني اسبوع بس اللي انت قعدتيه؟ معقوله؟ لا 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 لا، انا بعت لهم 2 مليون دولار ونص، النص ده زي تبس مثلا. بيبي وود يو مايند ان انا اقضي فيه الاسبوع اللي جاي مع صحباتي اعزمهم هناك؟ ايه ده معقوله للدرجه دي؟ انت بتحبي الفندق ده؟ بصي بيبي، هو على الرغم من ان هو فندق فقير بس انا بحس فيه بالرفاهيه اللي احنا مفتقدينها. لا ما دام بتحسي فيه بالرفاهيه خلاص انا اشتري لك الفندق كله بدل الفندق اللي احنا شاريينه هناك ده في جزر الكاريبي. صراحه الرمله بتاع الجزر الكاريبي بقت ناعمه خالص، بقت تزحلق الواحد وهو ماشي. لا لا يولع الكاريبي يولع خلاص. ثانك يو جاد، ثانك يو جاد، الحمد لله ان انت خلقت جوزي راجل غني. الحمد لله. عادل عادل عادل. يا ماما مش انا قبضت الجمعيه اللي عملتها مع ام ميرفت ب 2 مليون يورو؟ ايه ده معقوله يا ماما؟ معقوله يا ماما؟ ام ميرفت دي مش من مستواكي، دي بتلعب في الملايين بس. معلش يا حبيبي، الجمعيات برضو بتفك ازمه ناس. والله فيك الخير يا ماما. بقول لك ايه يا عادل، عندي جوه 2 مليون جنيه فكه، عايزك توزعهم على الغلابه. ماما معقوله انا امشي بالملاليم دي؟ انت عايزه تخلي شكلي وحش؟ اديهم ياسمين تخرج بيهم، تتفسح بيهم، تلعب بيهم في مناخيرها، في اي حاجه. احمدك يا رب ان ابني طلع غني. الحمد لله. امبوسيبل امبوسيبل، زهقت شعقول الملل اللي انا عايشه فيه. يا ربي، واحده ماسكه الايد دي والتانيه ماسكه الايد دي، طب مين هيمسك رجلاتي؟ مش عارفه. حماتي انا شايف صراحه يعني ان انت مدلعاهم قوي. انا قلت لك نجيب سته من تايلاند، قلتي لي الدليفري هياخد وقتها، انا هكتفي بدول، انت اللي قلتي. كيسكو جوفي يا عادل، كيسكو جوفي، يعني انا بخليهم حرام ياكلوا كرواسون؟ ياكلوا كرواسون زي ياكلوا عيش يعني. طيب ما يجراش حاجه، انا السته اللي قلت لك عليهم دول هييجوا برضو في طياره بعد بكره بالليل. ميسي يا عادل، الحمد لله يا رب انك خلقت جوز بنتي غني. الحمد لله. عادل يا عادل يا عادل. عايزه ايه يا سناء؟ انا سبت لك مصروفي 50 مليون جنيه تحت سريرك، عاملك ايه زياده عن كده؟ ايه انا تقول لي في وشي 50؟ وفر فلوسك يا حبيبي، انا اغنى منك اصلا. احترمي نفسك، انا اخوك الكبير يا سناء. يا اخي روح كده وانت عامل زي شوال الترشي. شوال الترشي؟ يا كلبة يا كلبة. ترى ايه يا ولاد؟ احنا كل شوية هنكنس. ابي عادل ابي عادل. ايوه يا نجلاء، عايزة ايه يا حبيبتي؟ في عندك مشاكل في الجامعة؟ لا خلاص، انا سبت الجامعة دي اصلها مش من مستوايا، وبعدين انا قدمت في جامعة في امريكا وهسافر الاسبوع اللي جاي. وايه اللي يسفرك لامريكا؟ ما نجيب لك امريكا لحد هنا، يعني الناس اللي هناك صحاب. احمدك يا رب انك خلقت جوز اختي غني. الحمد لله الحمد لله. يا جماعة احنا خلاص الشقة اللي شافت ايام الفقر دي قررنا نسيبها خلاص، وهنروح كلنا ننقل للقصر الجديد اللي انا بنيته في وسط البحر. الله عادل حبيبي، كده الجدران هتنشا. ما تخافيش يا رانيا يا حبيبتي، انا عامل حسابي وجبت مقاول صاحبي يعني شاطر قوي من اسكندريه، فيقدر يبنيها بسهوله يعني. بليز كان يو جو اند اوبن ذا دور. دولا حبيبي، دولا يا حبيب قلبي. يلا يا رمزي، المناظر اللي انت جاي بيها دي يا دولا بقى، دول على قد فلوس يا عم، احنا مش قدك يا دولا. طيب رمزي، جهزت عشاء العمل اللي المفروض اروح احضره دلوقتي؟ يا دولا السناصره والخبراء كلهم مستنين حضرتك، يعني بقالهم من اول امبارح في الكازينو. من اول امبارح؟ لا كفايه عليهم كده، نروح لهم بقى. الحمد لله يا رب انك خلقت دولا حبيبي غني. يلا بينا. حد عايز ملايين؟ عايز اي ارقام ولا حاجه؟ اوكي اوكي. Come on, baby. Come on. Come on, please. Open the window.
لي بقى يا ريس عجبي، عملت ايه في الطلبات اللي انا طلبتها منك؟ طلباتك غاليه قوي عندي يا عادل بيه، كونك انك عايز تشتري عجايب الدنيا السبعه لوكش على بعضها كده. انما انا اللي يهمني ان انا اخد عرقي. لا طبعا كل اللي انت عايزه هديهولك، بس اهم حاجه انا مش عايز العجائب كلها. يعني مثلا عندك الهرم، الهرم ده في ناس كتير جدا بتسترزق من وراه، فمش معقوله يعني اخده منهم. اه يا دوله، وبعدين انا شاري هناك يعني اسطبل حمير وشويه خواجات كده هون يعني منطورهم من هناك علشان المنظره. انا لفيت الدنيا بحالها من مشرقها لمغربها علشان اجيب لك الاسعار دي. سمعني يا سيدي. برج ايفل خلصت فيه ب2 مليار يورو. 2 مليار يورو ومبلغ مش ضخم ولا حاجة. أوكي أنا موافق موافق. برج فيزا المائل ب2 مليار يورو. لا 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 كتير قوي، ده كفاية قوي إنه هو مائل، لسه هنصرف عليه على ما نعدله، يعني لازم يراعوا الحكاية دي شوية يعني. آه يا دولة، وممكن يطقطق مع الخراط وهو بيستعدله. أنا هبعت لهم مسج بطلباتكم دي. بالنسبة بقى لسور الصين العظيم، أولا مفيش حاجة اسمها عظيم، العظمة لله، إيه سور الصين العظيم ده؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا بقول لك إن الناس دي أمينة جدا وطيبين قوي قوي، قالوا إن لو عايز تاخد السور بشكله كده هتدفع يا سيدي 3 مليار، لو هم بقى هيصلحوا فيه هتدفع 3.5 مليار. لا 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 لا، ويصلحوا ليه؟ لا 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 عادي جدا، انا هاخده زي ما هو، لان انا كده كده كنت عايز اهده، لان في ناس محبوسين ورا السور من اول ما بنوا السور ده مش عارفين يروحوا شغلهم. عاش دولا رجل الخير، خليك في حالك. اما بالنسبه لحدائق بابل وعليها وفوقيها كده تاج محل بحاله، الاثنين على بعض ب5 مليار يورو. حدائق بابل المعلقة دي بقى يعني هنزلها من تعليقتها، هنزلها. مش معنى هي تبقى متعلقة وحدايا القبة ماشية في الأرض يعني. صح يا دولة، وبعدين ونبي يا دولة، يعني تاج محل ده ونبقى ادهوني علشان ألبسه بدل الباروكة دي خليها. لا لا لا، تاج محل ده أنا وعدت رانيا هدولها هدية إن شاء الله، لسبب بسيط جدا يعني، إنها وقفت معايا أيام ما كنت غني بسيط، يعني مش غني غنى فاحش زي كده. هو بصراحة فاضل عجيبة واحدة بس ما خلصتش فيها، لأني مش واثق إن كانت عجيبة بجد ولا مش بجد. إيه هي العجيبة اللي مش عجيبة العجيبة دي؟ بركان فيزوف. بركان؟ لا 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 لا، مش عايز براكين، لأن إحنا ممكن نتلسع وإحنا بننقله. لا ايه دولة، ممكن ننقله يا عم، نمسكه بقماشة كده او بجرنان، او بص ممكن نسيبه ساعة ساعتين كده يبرد وبعدين نبقى ننقله. لا انا مش عايز، كفاية عندي عجايب، العجايب اللي عندي دي هتخليني اشهر صاحب بازار بيجمع كم عجايب اثرية موجودة على مستوى العالم. في معايا بقى حاجات كده خفافي، انا بقول انها يعني ما تجيش في التجارة بتاعتك دي وما تكونش انت عايزها يعني. لا 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 سمعني، ما اجراش حاجة، انا احب اتاجر في كل حاجة، كل حاجة بتاجر فيها، كل حاجة. ايوه شوف يا سيدي، نادي برشلونة بلاعبته بالمدربين بكل حاجة فيه، واس ميلان وريال مدريد، الواحد بمليار بس. مليار؟ بص حضرتك، انا ممكن اخد برشلونة، في الواد اللي هو بيلعب اللي اسمه رونالدينهو. الواد ده كويس قوي، وبعدين يمكن اخلف عيل اخليه يلعب هناك في النادي معاهم يعني ولا حاجه. يا دولا، وندخل بقى ببرشلونة ده وندور الرمضانيه كده. غبي، خلي طموحك اعلى من كده، احنا بقينا اغنية مش شايف الغنى اللي احنا فيه. يلا لا، احنا نادي برشلونة ده هنجيبه، نخلي الاهلي يلعبه ونخليه يتغلب، ما انا هبقى صاحب النادي يلا عشان نعوض الخساره اللي خسرناها منه قبل كده. ايوه يا دولا صح. اوكي هات لي برشلونه. عايز حاجه تاني ياض؟ ربنا يخليك يا دولا يا رب. شكرين قوي يا عم عجل. يلا هنروح على البازار بقى. سلام عليكم. مع السلامه يا دولا. عاش دولا رجل الخير. شوكولاته شوكولاته ايه؟ على الصبح كده سكر؟ ها كنت بتقولوا ايه؟ ابدا يا كبير، البضاعة كلها عندك وانت اللي ماسك السوق كله. انتوا مجرد شوية حشرات، جراد، ناموس، حموش، افعصكوا برجلي. دولا والنبي يعني ابقى سيب لي جرادتين كده هون يا دولا باشا عشان افعصهم انا كمان برجلي علشان اجرب الجزمة الجديدة دي. هسيب لك الجرادة تيتي الصغير اللي هناك ده. ارحمنا يا كبير. وانت ما رحمتنيش ليه؟ وانا في رحلة الثراء الفاحش اللي انا فيها دي. اضرب ماما الطيب احسن. طيب احسن الكلام ده لما كنت فقير، دلوقتي بقى وانا غني مفيش الطيب احسن.
سمعت انك هتشتري ترعه المرضيه وشرع البازارات كلها. امال انت فاكر ايه؟ بس الكلام ده قديم ايام زمان. انا دلوقتي توسعت فوق ما عقلكوا يتخيل او يتصور. طب حتى اديني تمثالين اقف بيهم على الناصيه ولا غلط؟ ولا هديك ربع تمثال، لكن رأفة بيك ممكن اشغلك صبي عند الصبي بتاعي الصبي رمزي. لا يا دولا، لا مش عايزه، وبعدين انا معتمد على الواد حته وفتله اعتماد جزئي يا دولا. حتى انت يا رمزي، ده انا عندي تشيلدرن. عندك تشيلدرن؟ طب ما احنا كلنا عندنا تشيلدرن عادي جدا. انا مش فضيلك، مش فضيلك. كمان 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 كمان. يلا بينا يا رمزي نروح نقابل السفير الامريكاني. اه يا دولا والنبي، علشان عايزه يعلمني حبه فرنساوي. يلا بينا. يا جماعه يا جماعه اجهزوا بقى يا اخوانا عشان هنسيب البيت ده اخيرا ونطلع على القصر الجديد بتاعي اللي انا بنيته في وسط المحيط. ايوه يا جماعه يلا بقى قوموا جهزوا الشنط عقبال ما انا اسخن الطياره بره. لا 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 لا، شنط ايه وانت بتفكر من دماغك ليه؟ احنا هنجيب كل حاجه جديده، ما تاخدوش اي حاجه من هنا. امال الفلوس الكتيره اللي عندي دي هوديها فين؟ سوري بيبي سوري، انا مش هقدر اجي معاك. سوري معلش، هبقى احصلك. مش هتقدري تيجي معايا ليه يا راني؟ علشان انا رايحه مركز التجاره العالمي اعمل شوبينج لمده سنه ونص. معقوله سنه ونص تعملي شوبينج؟ معقوله الكلام ده يا حماتي؟ والله يا عادل اتس فري كانتري، كل واحد يبقى حر في حياته. ايوه بس يعني انت هتيجي معانا وهي مش هتيجي؟ ايوه يا جماعه، وبعدين هناك في شباب كتير والمعاكسات على ودنه يا جماعه. على العموم هي ممكن تعملي تحصلات على بورا بورا. بورا بورا؟ ايه القرف ده؟ وانت ايه اللي يوديك البلاد اللي عامله كده يعني؟ سربرايز سربرايز يا عادل، ما اصل انا هتجوز وهقضي بقى شهر العسلين بتوعي مع حمديون في بورا بورا. حمديون؟ مين حمديون ده؟ ازيك يا مجاجيدو؟ انا حجزت تذكرتين السفر. اوه حبيبي. اخ مين الواد ده؟ مين الواد ده؟ ده قد ابني عادل. الحب اعمى خالص وبيعمل معجزات. اتقص. اهلا اهلا يا اياد، تعالى تعالى اتفضل منور، تعالى اقعد هنا جنبي. الله، مين اياد ده الاخر؟ اوه اياد ملك جمال لبنان. يا نهار ابيض، ده دفع له مليون دولار عشان يرضى بس يتجوزني، وهنعيش في جبال الارز. جبال الارز؟ يعني مش تيجي معانا؟ لا طبعا مش هاجي معاك، ده دفع مليون دولار. ماما عاجبك اللي بتقوله سناء ده؟ يا حبيبي الجواز مش عيب. ازيك يا نعومه يا حبيبتي. مندوب حبيبي. مندوب؟ مندوب ايه؟ مندوب انت يا يالا، ايه الواد الصايع ده؟ يا دولا ما تتسرعش يا دولا، يمكن ابنها. يمكن ابنها، حتى الفلوس الكتيره اللي جات لك وما زلت غبي برضو يا غبي. ده مندوب خطيبي، انا بس هشوف اخلاقه ايه وبعدين افكر اتجوزه. حتى انت يا ماما، امال سبته ايه بقى لنجلاء؟ شرقين يا استاذ عادل، معاك المنفلوطي رجل اعمال المشهور. وخطيبي؟ خطيبك؟ خطيبك ايه؟ ده ابوكي. انا افضل زواج الاغنياء عن الاغبياء، انا مش هعلط غلطة سناء ومامي وطنط انعام واتجوز واحد صغير يكون طمعان في فلوسي. لا نصحة. واحب اقول لك انا اغلى منك بكتير. انا مش عايز فلوس، انا عايز اهلي. دولا معلش، انا كمان بعتك يعني ورحت اتجوزت فتاة استعراض من الشور الروسي وخدتها بقى، وهنروح الزقازيق علشان نشتري بقرة وشجرة موز وهنعيط. يا خد بقرتك وجور في وشك. يلا يا ماندو يا حبيبي. يلا يا حمديون يا شيري، تشاو تشاو. يلا يا اياد، بقول لك ايه، عايزين نلحق قبل جبال الارز ما تسيح. يلا يا منفلوتي. يلا يا ياسمين. يلا يا مامي. يلا. يلا يلا ده ايه ده؟ ايه ده؟ كم ويز هيم جيرلز، كم 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 عند ويز هير. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ لا انا مش عايز فلوس، انا مش عايز ابقى غني، انا عايز اهلي، انا عايز ارجع فقير، انا مش عايز ابقى غني، مش عايز ابقى غني، عايز ابقى غني، عايز ابقى فقير، فقير، عايز ابقى فقير، فقير، عايز ابقى غني، مش عايز ابقى غني. يا ماما. ايه في ايه؟ في ايه يا عادل؟ مالك؟ في ايه؟
يا بقول لك يا رانيا، ما فيش سفر تعملي شوبينج من بتاع مركز التجاره العالمي ده؟ ما فيش سفر. اوكي اوكي عادل، مش مهمه خالص، انا نعمله من المهندسين يا حبيبي. يا امال فين ماما وفين سناء ونجلاء ومامتك فين وياسمين؟ في ايه يا عادل؟ قاعدين بره في الصاله. قاعدين في الصاله لوحدهم ولا معاهم حماده وما لوحدهم؟ ماما عادل، انا مش هسيبك الا ما تدفع الفلوس اللي عليك. يعني تدفع الفلوس اللي عليك؟ فلوس؟ اه ادفع الفلوس. عادل انا جهزت لك موتور المكنه عشان تعمله نص عمره، ودي 5 جنيه مساهمه مني، واوعى تدي الواد ماندو. ماندو؟ هو في حد اسمه ماندو؟ ماندو الواد الميكانيكي البايظ ده، ما ينفعش، ده زباله، ادي لعمك كشك. وانا يا عادل الراجل بتاع البطاطينيات قال انه هيأجل قسط الشهر للشهر الجاي. وحتى لو ما اجلوش مفيش مشكله حماتي، واقول لك حاجه، ممكن تاخدي البطانيه بتاعتي كمان، انا مش محتاجها. بابا انا عايزه اخرج معاك بكره عشان المدرسه قالت لي ما تجيش عشان ما دفعناش المصاريف. لا يا حبيبتي، هخرج معاكي اوديك المدرسه وهطلب من المديره انها تستنى على المصاريف لغايه اجازه نص السنه. ماشي. روحي افتح الباب. دولا حبيبي. عم رمزي. ياسمين يا حبيبي، كلبوزه كلبوزه. انا بحب قوي لما تعملي كده. بقول لك يا دولا، دلوقتي عم بتوع شركة النظافة قاعدين لنا في البازار ومش عايزين يمشوا إلا لما ندفع لهم 50 جنيه بتوعهم، وقالوا لي كمان هنرجع الفرن لو ما دفعناش. ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة. بص شوف أي تمثالين ثلاثة اديهم لهم، واخد بالك، وكأننا بعناهم، اتصرف. أه يا دولا والله فكرة حلوة، أعدي لهم التماثيل المكسرة كمان. أنا ماشي يا دولا. استنى 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 رمزي، تعالى. ما تخش ما تخش، أنا هضربك يالا. معقولة؟ لا أنت ابن عمي ياد وأنا بحبك يالا. صحيح يا رمزي، أنت كان ممكن تجيب بقرة وتجيب شجرة موز وتعيش عليهم في بلدكم؟ لا يا دولا خالص. طب واسيبك يعني اسيبك لمين يا ابني؟ انت هتحتاس لو انا مشيت يا ابني، وهتحتاس. يلا ادعى البازار يا دولا، يلا ادعى البازار يا يا سلام. يا عادل يا حبيبي، اسعد حاجه ان الواحد يقعد في وسط عيلته. تعالى يا عادل. قولوا لي بقى، مصاريف الشهر اللي مش عايز يخلص ده ايه؟ اتفضل. اوكي، اكتب عندك 500 جنيه مستلزمات السلع الاساسيه. ايه 500 جنيه؟ ما كانوا 300 جنيه الشهر اللي فات يا رانيا، ايه اللي زودهم؟ يا بيبي ما انت مش واخد بالك ان الاسعار في ازدياد مستمر. يا سلام، يعني الاسعار في ازدياد مستمر على المتجوزين بس؟ على الناس كلها يا حبيبي. اكتب يا ابني اكتب، الله يكون في عونك. دعواتك والنبي يا ماما. بص بقى، 400 جنيه دروس خصوصيه لبنتك ياسمين. 400 جنيه ليه؟ انت هتقبض المدرسين السنه كلها؟ هو انا ناويه يعني غاوي اشرح لك كل حاجه كده؟ ده مفيش اي معلومات خالص. بص يا بيبي، ما هو لما يحصل ارتفاع متزايد في السلع الاساسيه بيضطر المدرسين العاملين في الدول الناميه ان هم يزودوا اجورهم علشان يتوائموا مع اللي حاصل، وده صح لعلمك. يا سلام، وانت متعاطفه قوي مع المدرسين الخصوصيين. طب ما خليهم بقى 500 جنيه بالمره، اهو تجوز عليهم الصدقه من وجهه نظرك. يعني انا غلطانه ان انا نبهتك؟ ماشي يا عم المنبه، ماشي كملي كملي. طب خد عندك دي بقى 100 جنيه زباله. 100 جنيه زباله ليه؟ وانتوا لازم تجيبوا زباله غاليه، ما الزباله الرخيصه ماليه الدنيا والناس كلها بتاخد منها يعني. الله يكون في عونك يا ابني. اكتب يا ابني اكتب يا ماما. وانا بكتب مذكرات يا ماما. بيبي اوعى تنسى بقى 350 جنيه كوافير. كوافير 350 جنيه ليه؟ ليه يا رانيا؟ ليه يا رانيا؟ بتحلقي عند مين يا رانيا؟ ما انت بكتيرك بتحلقي عند حلاق. اخس عليك يا بيبي. شاهدين يا جماعه شاهدين، انا رانيا اللوحي بتحلق عند الحلاق. عشان خاطر رانيا اللوحي اكتب يا ابني اكتب. ماما انا ملاحظ ان الورقه دي مضايقاكي، وادي الورقه اهي ومش كاتب اي مصاريف خلاص. حرام عليك يا بيبي، كده بتقطع الكوافير من الورقه بتاعتك. وتضامنا معاك يا رانيا، انا لعلمك السنه دي كلها ان شاء الله مش هحلق عند الحلاق خالص. ها حد عايز حاجه تاني؟ في اي طلبات تاني؟ ايه يا حماتي انت ايه قاعده سايبانه كده؟ وانت مستمعه النهارده وبس ولا ايه؟ نو جامي يا عاد، لكن انا بقرا حته الدين خبريون في الجورنال، انما جديد لانجوس. ايه يا مامي خبر عن ايه؟ ايوه فنانين عايزين وطالبين بودي جارديين علشان ياخدوا بالهم منهم، وباتمانات خيالياتوس خالص. مش كاتبين هيدفعوا لهم كام؟ لا ما هو بقول لك اهو ان هم هيدفعوا لهم اتمان خيالياتوس. خيالياتوس؟ انا حاسس ان يعني الحكايه دي هتطلع بعد كده خيالياتوس
جاسوس علمي، يعني خيال علمي. لا يا عادل، هم كاتبين اهو العنواتات بتاعتهم والتليفوناتوس بتاعتهم، وبكره هيبتدوا يقابلوا النساسوس بتاعتهم. النساسوس؟ اه والله ده تبقى فرصه كويسه جدا. يا جماعه اطمنوا كده، ان شاء الله مشاكلنا هتبتدي تتحل كلها بما فيها مشكله الكوافيراتوس بتاعتي. ليه يا بيبي، هو انت ناوي تشتغل بعد منتصف الظهر في مكتب البودي جاردز دول؟ ابني راجل ولازم يتعب نفسه. اتعب يا ابني اتعب. وانت عندك لا اما اتعب يا ابني اتعب لا اما اكتب يا ابني اكتب، كل حاجه منها اتنين، ما تخليها واحده بس وفري يا ماما. انا فهمت. انا كده انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تستغل مواهب كلمه فونه كبادي جارد سابق واحلامك الشبابيه في ان انت تتعايش مع الارتفاع المزمن للاسعار اللي حاصل في المجتمع الغربي. برافو عليك يا رنا، هو ده اللي انا بفكر فيه فعلا، لان فكره ان انا ابقى بودي جارد دي بتراودني بقالي فتره طويله جدا، بس ما كانش فيه فرصه والحمد لله الفرصه جت اهي. ايوه يا عادل، بس هنا مكتوب ان المقابلات الساعه 5 بالليل. الساعة 5 بالليل دي سهلة جدا يا جماعة، أنا ممكن أسيب البازار وأروح على المقابلة، أخلص وأرجع البازار تاني، مفيش مشكلة. الله، بيبي أنا معجبة بيك، وبعد كده إن شاء الله هسميك بودي. يا رب تبقى بوجي قد الدنيا يا رب. بوجي عاجبك كده يا طمطم؟ يخرب بيك، ولا 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 ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت فاكر نفسك في الغيط يا هبل؟ ايه اللي انت بترشه ده يا هبل؟ بص يا دولا، اصل في تمثال ان هو بيلم الناموس يا دولا. ده صوتك انت اللي بيلم ناموس يا هبل. يعني فكرك يا دولا ارش على لساني مثلا؟ لا، فكري تقطع لسانك وتريحني وتريح مصر كلها يا رمزي. برضك يا دولا انا شاكك ان التمثال ده يا دولا هو اللي بيلم الناموس. بص عينيه عينيه كلها مكر. سيبك من مكر التماثيل ومن هبل الحمير وركز معايا، تعالى عايزك في موضوع. ماشي يا دولا، قول يا ابن عمي قول يا عم. انت كده يعني ايه الحماس انا شايفه في عينيك اهو؟ قول لي بقى انت متحمس ليه كده على الصبح؟ متحمس يا ابو مخ مشوي. المهم يعني تعرف بودي جارد؟ لا يا دولا بصراحه يعني انا ما روحتش هناك يعني، بس عديت بقى على جربن ستي اللي هي جنبها دي. جربن ستك؟ جربن ستك دي يا هبل اللي في بلدكو. البودي جارد ده يعني حارس خاص، عارفه ولا تروح تسال ستك؟ ما تقول يا دولا حارس خاص من الصبح يا عم، غفير يعني. غفير بس اللي هو بيلبس بدله وكرافته، بقى اهم حاجه انه بيحرس الشخصيات الهامه في المجتمع. الله يا دولا الله، انا قريتك خلاص. هتجيب اتنين يحرسونا صح؟ لا يا رمزي، انت عايز عشماوي مش يحرسك عشان يخلصنا منك ويخلص مصر. دول انا مش فاهم حاجة بقى، انا غلب حماري. ما تقول من الاول مش فاهم، انا فهمك. انا يا سيدي هبقى بودي جارد للفنانين. الله يا دولا، يعني هتنضرب مكان البطل في الفيلم؟ يدك كومبارس يالا، البودي جارد ده اللي بذكائي بقى احرسهم واحميهم. الله يا دولا، طب ما تاخدني معاك يا دولا احملك ظهرك. تحملي ده يا دي، انا داخل حرب يالا. المهم انا عايزك الفتره اللي جايه دي وانا مشغول كبودي جارد، يعني عايزك تهتم بالبازار، عايزه يمشي زي ما هو، يعني ما فيش شغل ولا حاجه. ها عينيا يا دولا، ولا يكون عندك اي فكره يا دولا. بص عايزك تحط في بطنك كده وانت تفاحه صيفي بس. انا يا دولا ليا يعني طلب زغنطط كده. شكلك داخل على طامة، عايز زيادة في المرتب ولا ايه؟ الله يا دولا الله، فهمتني اخيرا فهمتني. بص يا رمزي مفيش اي زيادة، عموما انا ما اشتغل ان شاء الله وابقى بودي جارد قد الدنيا والفلوس تجري في ايدي، محضر لك مفاجأة هايلة. ايه يا دولا هتعمل ايه يا دولا؟ هرفدك. مساء الخير، حضرتك هنا شركة بودي جارد العالمية؟ انت شايف ايه؟ انا شايف اليافطة، بس خايف ان اليافطة دي تكون فخ ولا حاجة. لا يا سيدي الدار امان، اطمن، اتفضل استريح. طيب حضرتك ممكن بس تعرفني بنفسك في الاول كده؟ انا مراد العشماوي والدلع مارت. يا سلام، وانا عادل سعيد والدلع بروسلي. اي خدمة؟ حضرتك يعني انا كنت قريت اعلان اللي انتم منزلينه في الجورنال طالبين فيه بودي جاردات، وانا شايف في نفسي صراحة الموهبة دي، قلت اجي اتقدم يعني. طيب يا سيدي اتفضل. دي استمارة تحط لي فيها كل بياناتك وتجيني بعد اسبوع عشان اللجنة تختبرك، وده كارت بتاع اخصائي تأهيل بودي جارد، تروح له هيدربك اسبوع تسمع كلامه مهما كان عشان تنجح في الاختبار. يا سلام، ربنا يخليك والله يا كابتن مرضي، يعني انت مسهل لي كل حاجة ما شاء الله. طب حضرتك يعني بس معلش، يعني اقدر اخد فكرة عن طبيعة الشغل؟ احنا شركة متخصصة بودي جارد الفنانين. حضرتك فنانين زي مين يعني؟ احمد السقا طالب بودي جارد على وجه السرعة.
احمد السقا طبعا عامل مشاكل كتيره جدا في كل افلامه، يقعد يضرب الابطال اللي معاه، فاكيد بيبقى فيه حساسيات في الشغل ده سهل يعني. واحمد رزق طالب اتنين. لازم احمد رزق يطلب اتنين طبعا، واحد يحرسه والتاني يحرسه بقى. وكمان احمد عز عايز واحد. احمد عز ده اكيد احمد عز عايز حد يكون بيشيل حديد. حضرتك الاستاذ عكاشة فندم؟ انت مين؟ ومين اللي بعتك ومين اللي وراك؟ حضرتك انا ما عملش اي حاجه، حضرتك السلاح يطول بعد اذنك، نزل السلاح. الله يخرب بيتك يا مرد، الله يخرب بيتك. انت تعرف مرد؟ حضرتك لو مش عايزني اعرفه مش هعرفه، لو عايزني اعرفه هعرفه، لو مش عايزني اعرفه مش هعرفه هعرفه. يا ابني فصوره، تعرفه ولا ما تعرفوش؟ حضرتك اعرفه، وهو اللي بعتني عشان اتدرب عندك، عشان عايز اشتغل بودي جارد حضرتك يعني. بودي جارد؟ ايوه حضرتك، وعندي اختبار بعد اسبوع ان شاء الله. وتفتكر اسبوع كفايه؟ حضرتك يعني انت لو تديني المراجعه النهائيه انا ممكن اعمل برشام يعني. انت بتبرشم يالا؟ ايوه حضرتك، ده انا كنت اشهر واحد يعمل برشام في الثانوي، لدرجه ان انا كنت عايز ادخل صيدله عشان ابيع برشام في الصيدليه بقى. انت جاي تهزر يا حبيبي بقى؟ ها لا حضرتك بلاش هزار، يعني انا تحت امرك اللي انت تامرني بيه يعني انا اعمله على طول، المهم ان انا ابقى بودي جارد شاطر. وهتتحمل التدريب؟ حضرتك هتلاقيني عادل ابن شداد. وهتسمع الكلام وتنفذ الاوامر بالحرف؟ بالحرف الواحد، سيادتك امرني بس وهتلاقيني بنفذ على طول. وهتعشيني كل يوم؟ يا باشا اللي انت عايزه انا اعمله لك يا باشا، بس انا اسمع يعني ان في حكمه بتقول يا بخت من نام خفيف. لا ما بحبش الحكمه دي، انا بحب الحكمه اللي بتقول اطعم الفم تستحي العين. عشيني تلاقيني يا حبيبي. حاضر سيادتك، خلاص اللي تؤمر بيه انا تحت امرك. تحب نبتدي من امتى؟ من الصبح ان شاء الله، بس ما تنساش تجيب معاك كيلو رومي، كيلو جبنه، كيلو زيتون. طب حضرتك بالنسبه للزيتون تحب يكون كرامته؟ يا ترى انت فين يا عادل وايه اللي اخرك كده؟ الغايب حجته معاه ربنا يوفقه. يا اخوانا تفتكروا كده انه ممكن يكون يتقبل في الشغلانه دي؟ يا سلام، وما يتقبلش ليه بقى؟ ان شاء الله يا مامي، انا واثقه في مواهب عادل الفذه. لا انا عارفه ابني قدها وقدود. اما يا اخوانا لو قبل في الشغلانه دي هتحل لنا مشكلات كتير جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. بيبي الحمد لله على السلامة يا بيبي، وحشتنا قوي وقلقتنا عليك. انتوا ايه اللي مسهركم لغاية دلوقتي؟ معقولة ده انتوا بتناموا من نجمة؟ ايه اللي سهركم؟ يا حبيبي ما نقدرش ننام من غير ما نطمن عليك. طمني يا بيبي، عملت ايه النهاردة؟ عينيه بتقول انه نجح في الامتحانات وبقى بودي جارد قد كده. طمنا يا بيبي، انت اشتغلت؟ لا لسه ما اشتغلتش، بس النهارده اما رحت قدمت ودخلت المكتب بجد استقبلوني استقبال مبالغ فيه، لدرجه انا قلت ايه ده، معقوله يعني كل الناس دي مستنيه ان انا ابقى بودي جارد؟ الله الله الله، وعملت ايه تاني؟ طمنا. مفيش يعني، عملوا لي شويه اختبارات وكده، وبعدين قالوا لي ان في اختبارات تانيه يعني، بس انا محتاج اسبوع تدريب. بعد التدريب هروح اعمل اختبار بسيط، وبعد كده ابقى بودي جارد المعظم الفنانين. قول 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 عشان خاطري مين الفنانين اللي هيكونوا معاك؟ قول. كتير يعني. مثلا عندك احمد السقا. وعندك احمد عز. وعندك احمد رزق. وعندك احمد راتب. يعني انا واخد توكيل احمد ان شاء الله. ايه رايكم؟ جميل جدا يا بيبي، انا مبسوطه جدا وسعيده جدا، وحاسه يا رب اشكرك يا رب ان انا اخيرا بيبي جوزي حبيبي بقى هيركليز. ربنا يوفقك يا حبيبي. بس اهم حاجه يا جماعه، الاسبوع اللي جاي ده يعتبر نقطه فاصله في حياتي، عشان كده انا محتاج تركيز، فاحتاج في البيت يبقى فيه هدوء، مش عايز دوشه خالص، في اكل معين هاكله، في شرب معين هشربه، في نوم معين هنامه، محتاج عدد ساعات معينه انامها. هنزل الشغل ان شاء الله بعد اسبوع، وبعدين يا جماعه انا ممكن ابقى بودي جارد عادي، لكن انا بقى عايز ابقى بودي جارد مميز. امسك المسدس ده بالثقة. حضرتك انا واثق من نفسي بس مش واثق في المسدس ده يعني. انت شايف النقطة اللي على الحيطة دي السودة؟ حضرتك ده انا شايف الحيطة بالعافية، فين النقطة السودة دي؟ ركز ونشن عليها يا اخي. بس كنت مش شايفها حضرتك، انشن عليها ازاي؟ طب ممكن حضرتك تحط لي صباعك عند النقطة وانا نشن على صباعك ارخص؟ نشن وانت ساكت يا اخي. حاضر حاضر حاضر. يلا اكتر نفسك. كمان انا حاسس ان انا بغرق كده. ما تغرق يا اخي، احنا هنقصر. حاضر حاضر. نشن. ايوه انت شامم ريحه خطر.
شامم ايه؟ حضرتك انا شامم ريحه سندوتش اللي معاك ده وعينيا هتطلع على حته منه. عشم ابليس في الجنه. بقول لك ايه، الفقره اللي هنعملها بكره في المنزل لازم يكون معانا كومبارس عشان يضرب، وعشان يضرب عايز له فلوس. حضرتك انا اعرف واد ممكن يعمل دور الكومبارس ده حضرتك وما ياخدش فلوس، ممكن بالعكس يدفع لنا فلوس. يدينا فلوس ويعشينا؟ ويعشينا سيادتك. ها بلاش نشن بقى. نشن واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. بيبي بيبي، هو انا ليه حاسه ان انت مش بتعمل تمارين للبودي جاردز، يعني بتعمل تمارين عيال في كيجي وان؟ ها كيجي وان ايه دي؟ اولا مش تمارين، ده عباره عن تسخين، وهستنى بعد كده الكابتن عكاشه ولا يجي مراني بقى على شغل البودي جاردز. ضرب نار يا ماما. ربنا يحرسك وينجيك من ضرب النار يا رب. ايه يا ماما، هو انا داخل احارب يا ماما؟ دي شغله البودي جارد دي شغلانه بسيطه جدا، يعني اتعلمها بسهوله. طب خد بقى يا بيبي اشرب العصير اللي انا عامله لك بايديا الاثنين دول عشان تبقى كلايجن. يا سلام، برافو عليكي، انا فعلا كنت تعبت جدا من التسخين ده، وهو العصير ده جه في ميعاده. ابقي فكريني ازود لك مصروفي. طب وانت هتزودني ايه بقى؟ علشان انا كنت سبب ان انا قريت في الجرنان واديته لك عشان بقى لك يديك في وشك. حماتي عموما ليكي عليا، كل يوم يا ستي اجيب لك جرنان ان شاء الله. وبعدين يا نهار ابيض، خلاص كابتن عكاشة على وصوله، كومبارس الغبي ده لغايه دلوقتي لسه ما وصلش. كابتن عكاشة وصل. طبعا يا جماعه انتوا فهمتوا هتعملوا ايه بالظبط؟ ايوان دولا حبيبي. يا دولا افتح. عايز ايه؟ ايه دولا؟ انت ايه اللي جابك متاخر يالا؟ انت مش بقالك ساعه مكلمني من التاكسي وقلت لي انا في الطريق؟ ايوه دولا، ما اصل سواق التاكسي يا دولا تعب فجاه كده، فقلت بقى اسوق مكانه، عملنا حادثه ولسه راجع من الدفنه دلوقتي. يخرب بيتك يا دولا، كلنا لها يا عم. المهم بقى قول لي ايه المفاجاه دولا بلبس البحر ده؟ لبس البحر؟ خش خش على مفتاح الكابتن. خش خش. السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ رجاله هنا. أكيد دي مراتك. أكيد ده كومبارس. إيه ده الكابتن اللي عنده برد ده؟ الله ينور عليك يا كابتن، ما شاء الله حضرتك عندك صورة بديعة مرعبة يعني حضرتك، يعني فعلا دي عيلتي كلها، مراتي وأمي وحماتي، وده ابن عمي، وفي نفس الوقت هو الكومبارس. نفذت التدريب كويس؟ طبعا طبعا، التدريب كله تمام، وحضرتك من امبارح عمال بتدرب لدرجة إن أنا ميت من التعب، تعبان جدا. نبدأ التدريب العملي؟ كومبارس تعالى. انا بعد اذن حضرتك انا فاهمه عشان ده غبي لوحده يعني ما بيفهمش. بص يلا رمزي، كابتن عكاشه هو اللي هيدربنا دلوقتي، انا هشتغل بودي جارد اللي هو غفير. ها وانت زي ما هو يقول لك انت تنفذ بالظبط، ما تعملش اي حاجه مخالفه، فاهم؟ ماشي دول يعني انا كومبارس. ايوه هنعتبر مدام رانيا ممثله مشهوره وانت البودي جارد بتاعها، والمجنون بيحب رانيا وهي طالعه من السينما هيحاول يخطفها، المفروض انت هتتصرف ازاي؟ يلا وروني. ما تقلقش يا كابتن، والله لان انا منذ نعوم الزوافيري وانا موهوبه جدا في التمثيل وخارقه ومميزه، موهبه فزه. طبعا يا شيري انت طالعه زي الماما. موهبه فزه. طيب يا جماعه مفيش سكينه سنجه مطو عشان الخطف يعني ده كويس. سنجتي وسكينتي، انت داخل تقتلها انت تخطفها، بس اسمع كلام الكابتن وانت ساكت. حاضر يا دول. بس استعدوا 3 2 1 اكشن. يا نجمه استني، ما تتحركيش يا نجمه غير لما انا جاهز واقول لك اتحركي. انت عارفه حركاتي كلها مرصوده. اتفضلي 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 اتحركي يا واد. يا نجمه اتفضلي. يا واد 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 يا واد. يا دولا انت بتضرب بجد؟ يا دولا اه بضرب بجد وانا ما بهزرش في الشغل. اديله اضربه اضربه في وشه. يا دولا يا دولا كسر وش ده كومبارس. عايز دم دم دم. عايز دم؟ وانت عايز ايه؟ انا عايز كوكتيل يا دولا. وانا عايز زبادي خلاط. انا هزر. اديله في وشه. يا دولا يا دولا يا دولا يا دولا سيبه. عارف برافو 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 يا عادل. انا
كده اطمنت عليك. يعني يا حضرتك رايك يعني ان انا ان شاء الله بكره هنجح في الاختبار بتاع البودي جارد ده؟ طبعا هتنجح، مش انا اللي مدربك، بس عايز جعان، عايز اكل لقمه كده وبعدين نكمل. معلش اوي اوي تاكل حالا يا كابتن، تاكل يا رمزي. لا يا دوله بقى مش هاكل عشان انتوا كده عمالين تضربوني بقى. تعال خد تعال يالا. انت بتبرتم ولا ايه؟ لا يا دوله لا، انت لو كنت فاكرني ضعيف انا بقيت قوي يالا، انا بقيت بودي جارد يالا. ماشي وانت كومبارس يالا، عارف يعني ايه كومبارس يالا؟ ايوه ما تقع الصور ده شويه يا كابتن. وانت ليه ايدك جنب السور؟ ممكن يقع عليك يبهدلك. يقع عليا ليه يعني؟ هو انت مش عامل له قرار ازاله ولا مثلا قرار تنكيس؟ عيب يا جماعه، احنا زملاء نتحمل بعض. نتحمل بعض حضرتك، مش نموت بعض، مش بالشكل ده يعني. اوكي يا مان، انا روكي. وانا سعدون. امال فين فيكوا رامبو يعني حضرتك؟ معاكوا عادل سعيد الشهير ببروسلي. بروسلي حته واحده؟ ده انت من زمان بقى. لا انا من زومن. دي لجنه الاختبار، الاستاذ عتريس والاستاذ مرسي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، احنا جاهزين للاختبار. اهلا وسهلا يا اساتذه. مع حضراتكم يعني عادل سعيد الشهير ببروسلي. لا قول لي عادل، انت اشتغلت بودي جارد قبل كده؟ حضرتك انا اتعرض عليا كتير ان انا اشتغل بودي جارد، بس الصراحه انا ما كنتش فاضي خالص يعني. يا بروسلي يا تقيل، وانت ايه موهبتك بالظبط؟ حضرتك تقدر تقول ان انا اقدر اشم الخطر على بعد 3 كيلو متر، يعني حضرتك تعتبرني شمام كبير. الا قول لي، لو انت بتحرس واحد وعايز تحسسه بالامان هتعمل ايه؟ احسن حاجه للانسان ان هو يحس بالامان حضرتك ان هو يبقى في بيته. احسن حاجه الواحد يحس بيها بيته يا باشا. طب لو نجم اتلم عليه جمهوره فجاه، هتتعامل معاهم ازاي في الوقت ده؟ حضرتك اقوم داخل على الجمهور بتاع النجم ده واقوم ساكعهم قنبله مسيله للدموع. خليها مسيله للدموع الفرحه بقى. انتوا شكلكوا لبط وشكلكوا كده، هقلب لكوا على الوش التاني. اقلب بس اوعى تسيف وحياتك. ده انا بقى ده شكلي كده هسففكوا التراب. طب خدوا هديه مني ليه. هديتك مقبوله. امال فين بتشم ريحه الخطر على بعد 3 كيلو؟ حضرتك انا قلت بشمه على بعد 3 كيلو مش 3 سم حضرتك. طب نزلوه نزلوه خلوه يروح. ماشي، عموما انا النمره بتاعتي مع مرد، يعني لو حضرتكوا عايزين مني اي حاجه انا تحت امركم يعني. السلام عليكم. امسح مني الكتابات ده على تليفونك، وانت يا ابني شوف لك شغلانه تانية. حاضر سيادتك، انا خلاص لقيت شغلانه تانية، هشتغل نجار كراسي بلاستيك باذن الله. يا دي يا بدوي. مع مين يا استاذ رمزي؟ خد الكوكتيل دون وهات لي كوكتيل تاني. ولا كوكتيل تاني ايه؟ احنا اساسا متفقين هنيجي نشرب 2 شاي، انت شربت كوكتيل، انا متفق ان هشربك شاي وهدفع لك ثمنه. خلاص يا دولا انا هطلب يا عم شاي، بس بعد الكوكتيل والنبي دول انا بحبه. ماشي، اطلب اللي انت عايزه وشوف مين بقى اللي هيدفع لك. ما انت كل مره بتدفع. بقى كده؟ كده يا معلم، ميكروباص تبعت لي الطلبيه مقروص منها 10 وقيات من المخدرات. دي دوقتي، كنت بدوق الصنف. الا بتدوق ولا بتحف ولا بتخنصر؟ يعني ايه؟ انت بتشكك في ذمتها يا معلم؟ بصراحة ثوابك دل عليك، ده اخر مرة عملتها مع امبراطور البانجو المعلم جاكسون كاراتيلا. ولو جاكسون كاراتيلا ده اخو نيلسون مانديلا؟ يمكن ولود عم يا دولا زينا كده. يا ابني احنا مفيش حد زينا يالا. دولا التجار دولا التجار ايه دولا؟ انا حاسس ان شكلهم مريب كده، يمكن تجار انابيب فاضية. انابيب فاضية؟ ليه بيملوها كوكتيل؟ اسكت. اخر الكلام، مدام قطمت عليا من البضاعة أنا مضطر أقطم عليك من الفلوس يا كلوديا. يبقى أنت كده بتقول شر شطار، المعلم ميكروباص ما ينقص من حقه جنيه واحد. أنا كده بقى أنا هخلي الدم للركب. وريني فاهم يا مترو، قصدي يا توكتوك. تعالي تعالي يا راجل، آخر مرة عملتها مع داكسون قتلك 2 من رجالتك وأنت مستخفي مستخفي بطرحة حرمة. يا نهار اسود، أنا بجد قوي بقى، يلا بينا يا حيوان. حلو قوي يا دولا، أنا قلبي حاسس إن هما هيدبوا في بعض نار دلوقتي. قلبك ده يا رب يقف عشان يبطل يحس تاني. يلا يا دولا فرصة، يا دولا هيضربوا بعض دلوقتي وهتبقى زحمة يا عم، وبعدين نقوم نافدين بجلدنا ما ندفعش حق الكوكتيل. أنا هطلب 4 تاني. اسكت اسكت كده، هندب ببعض يا ميكرو ونفرج علينا اللي يسوى وما يسواش. يلا بينا يلا بينا لنوكر نتكلم فيه. محدش هيمشي من هنا لما اخد حقي. طلع الفلوس يا خيال. كده طلعوا السلاح يا رجاله.
حلو يا دولا حلو. ولعت ولعت. بس يلا نهار ابيض. بس بقى بس يلا بينا نكمل عركتنا عند مسلحان عبير العاميه. يلا بينا. الحمد لله البوليس وصل في الوقت المناسب. الحمد لله. اثبت مكانك. المكان كله محاصر. اي حركه هضرب في الكوبايات. حضرتك الكوبايات ما عملتش اي حاجه. انا قاعد من الصبح يعني وشاهد. اخيرا وقعتم في ايدي. اقبض على العصابه. ده عصابه حضرتك. العصابه لسه خارجه وقال لهم يلا على مزلقان عبير. اخرس يلا اقبض عليهم. حضرتك احنا بعملنا. انت فرحان؟ فرحان. مش هندفع حق الكوكتيل يا دول. يخرب بيتك. انا بريء بريء. احنا بتوع الكوكتيل. احنا بتوع الكوكتيل. احنا بتوع الكوكتيل. والله احنا بتوع الكوكتيل. دلوقتي بقيت تحب الكوكتيل. بقيت تحبه دلوقتي. مش انت ما كنتش عاوز نجيبه قبل كده؟ ما هو ده دليل براءتنا منك لله. اشوف فيك يوم ويكون اجازه. دولا بقولك ايه؟ واحنا بقى خلاص هنعيش هنا؟ لا احنا هنموت هنا يا رمزي. احسن بقى دولا. والله انا كنت عاوز اغير جو من زمان على فكره يعني. دولا ايه ده الاشكال دي؟ مين دولا تدولا؟ دول قاع المجتمع. دول حساله المجتمع. بس ما تقولش قدامهم كده. انتوا جايين في ايه يا ضي انت وهو؟ حضرتك احنا جايين في بوكس. جايين في قضية ايه من الاخر؟ احنا جايين في قضية كوكتيل. الله 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 الله. يا معلم تعبيدة. يا معلم تعبيدة. يلا. الحق يا معلم. بيقول لك جايين في قضية كوكتيل. يعني ايه كوكتيل دي يا معلم؟ كوكتيل دي يعني مخدرات على سلاح على سطو على اكل. واحتمال يكون فيها ودن جاسوسية. هاتهم لي على الجناح بتاعي. عناية يا معلم. المعلم تأبيد عاوزكم في مكتبه. أوي 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 أوي. يا يعني عندكم في التخشيبة في مكتب كويس؟ والله ده التخشيبة اتطورت خالص عن ما جيت قبل كده. يعني أنا ما جيت قبل كده كان من فترة. يعني كنا بنعاكس البلد بتوع مدرسة يعني تجاري ورحنا اتخذنا تحري يعني الحمد لله. طول عمرك كنت عتيد في الإجرام يا دولة. اسمع أنت لا تقولولي كوكتيل ولا فخفخينة. أنا هنا المعلم الكبير. كلمتي ماشية على الكل. يوك أندرستاند؟ أنا هنا في مقام راجل البيت. طبعاً سيادتك راجل بيت. مادام بتصرف على أهل البيت أكيد راجل البيت يعني. عنك أنت دولة. تعيش وتجيب يا حاج. ما فين التلاجة أمور؟ تعالى يلا ونضارة يلا. وريني النضارة دي كده. اتفضل يا باشا. والله ما هي راجعة. أهي هدية أهي. اتفضل. لا هات هات هات. إيه ده أنا رمزي. يعني محدش يقدر ياخد من رمزي حاجة. انت بوضة بتاعت اقوى. ما هياخدها هياخدها. هو قفة زي ده كمان هتبقى اعمى. مش هتبقى محتاجها انت هلو. حاضر ادول حاضر. حقك علي حق يعني. بص اتفضل والف مبروك عليك. عقبال الكرسي ابو عجل ان شاء الله. ده بلد ديتاله دلوقتي يعني. اديله ايه تاني؟ ما بيضرب ليه ده؟ بيضرب ليه؟ يضرب زي ما هو عايز. يضرب زي ما هو عايز. انت بتعترض على ان هو بيضربك؟ الباشا بشنبه يضرب زي ما هو عايز. خد يلا. حضرتك انا جبت لك النضاره يعني وبسمع الكلام من الاول خالص. حضرتك يعني هو ده اللي ما سمعش الكلام حضرتك ولا انت بتعترض على انك بتتبهدل يالا؟ لا 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 لا. يعترض ايه؟ ما يقدرش يعترض. ده يتضرب ويتبهدل ويحصل اي حاجه ومش هقه. بص دول دول عايش ولا احنا الاخبار. ما عارف ايه اللي هيحصل لنا. ايه دول كده؟ انت خدت تشعفتكوا واتكسرت عينيكوا وعينيا وجعتني من نطربس كده. انا بقى عايزكوا تغنولي وترقصولي. حضرتك يعني وتسلولي شويه عشان انا عندي كأب. حضرتك بقى احنا ممكن نسليك بس حضرتك ما جبناش معانا لا كوتشينه ولا طاوله ولا دوم. انا معانا احنا كنا في القهوه كنا ممكن نجيب. لا 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 لا. انا عاوزكوا تغنولي وترقصولي. حضرتك يعني عايز زي يعني حضرتك عامل برنامج اللي هو تأبيده ميكر يعني ولا ايه؟ غنولي وارقصولي. حاضر سيادتك. حاضر سيادتك. طب ممكن بما ان انت بتكتشف المواهب يعني ممكن اقول لحضرتك جزء من الشعر يعني؟ ارزعني بيتين ويلا وسمعني. حاضر ساعتك. حاضر اسمعك. حاضر. بس ما بس ما بس ما. حضرتك السجن والزنزانة
والبدلة الحمراء. أعوذ بالله، البدلة الحمراء يعني إعدام؟ ربنا يكرمني يا رب واخد تأبيدة يا رب. إن شاء الله ربنا يكرمك وتاخد تأبيدة بإذن الله. تأبيدة بس يعني إن شاء الله. لخص يالا. حاضر سعادتك حاضر. ممكن بلاش شعر، ممكن بلاش شعر، ممكن أرسم. ترسم هي حصة احتياطي. أنا عاوز مسخرة، أنا عايز قلة أدب، أنا عايز بهزقة، أنا عايز جريس لايس وكنطر، يعني حشتكانة في بلتكانة وشكشبة ولا في الأجزخانة. يلا غنى ولا في الأجزخانة حافظها. لا ولا في بلتكانة شكشبة ولا في الأجزخانة أنت معروفة. حاضر حضرتك. بص ساعتك يعني لو بالنسبة للغنى مفيش مشكلة، لكن بالنسبة للرقص الوادي اللي هناك ده بيرقص ولا سامي يا جمال. أنا طبعا مش هوعدك بأي جمال، بس هو يرقص وخلاص يسلي حضرتك يعني. طب يلا رقصه. حاضر. قوموا اقفوا انت بتغني، قوموا اقفوا سيري وفهمني، ولا تتكلم وانا بتكلم، وان غلبت يبقى امشي وسيبني. قوموا اقفوا انت بتغني، قوموا اقفوا سيري وفهمني، ولا تتكلم. قوم معايا فرعون كلم حضرة الظابط. مع السلامة يا فرعون. مع السلامة يا مشرف. إن شاء الله يا عدام ما تقلقش. مع السلامة، توحشنا والله. ولا يا رمزي. أنا حاسس إن إحنا هنضيع يالا. هنضيع إيه دولة بقى يا عم؟ ما إحنا هنا قاعدين الحمد لله يعني بناكل وبنشرب وبنرقص وبنغني وكل ده ببلاش يا دولة. بعدين إحنا حبة كمان وهناخد مكان الراجل الكبير إن هو وهنشتغل المساجين الجداد بقى زي ما كانوا بيشتغلونا كده وانا دولة. وبعدين بقى نقب بقى على وش الدنيا وناخد وضعنا بقى. هو انت فاكر نفسك في الخليج رايح تكون مستقبلك؟ ما انت يا دولة اللي قتلت طموحي في البازار. حط صوتك. ايه قتلت دي؟ ده ذكر على كوكتيل وعملوا فينا كده. ام على قتلت اللي انت بتقولها قتلت دي هيعملوا فينا ايه؟ اسكت. انا لازم اتصرف، لازم اعمل اي حاجه، لازم عايز اقول لهم، عايز اتصل باي حد، نهرب، نعمل اي حاجه. خساره، ما هم اللي خدوا الموبايل بتاعنا. موبايل بتاعنا؟ هحاسبك على الكلام ده بعدين. اولا الموبايل ده بتاعي انا بس احنا في مركب واحد فمضطر يعني اقول لك ماشي. حاضر بس لازم اكلم حد. دوله بص الراجل اللي هناك ده وانا دوله معلق على صدره موبايل هناك اهو، انت ممكن تسرقه وتهرب على البيت. هو ده طموحك يعني؟ بس يلا ممكن اتكلم الموبايل. اتكلم براحتك، الدقيقه 50 جنيه فقط. شفت السرقه؟ لا شفت إيه؟ السرقه ايه حرامي، عشان كده اكيد اتحبس ب 50 جنيه دقيقه. بس قال لك براحتك. انت مش فاهم، خليك انت في الموز اللي انت بتاكله ده، هترجع قرد تاني. موز وسداني، سيبنا نتصرف. الو. ايوه ماما، انت لو عرفت انا فين هتتفاجئي. يا ماما عارفه انا فين؟ يعني مش عايز تعترف وتقول على اللي وزك تسرق عمود النور؟ يا باشا انا كنت بغير اللمبه، هو اللي اتخلع في ايدي. اتخلع في ايدك ليه؟ هو زرار قميص. خد على الحجز عسكري. امرك يا فندم. اسمع. تمام يا فندم. في حد لسه بره انا ما حبستوش؟ حد لسه ما حبستوش؟ حضرتك ده الشارع كله بايت عندنا بره. كويس، علشان الشوارع تفضى. نفسي في يوم اروح بيتنا بدري. امشي بيه. تمام يا فندم. يلا يا منتهى. لو سمحت عايزه اقابل حكم دار المعتقل. استر. حضرتك حقوق انسان؟ لا يا ابني، ده حقوق عين شمس. حقوق عين شمس. اهلا وسهلا، منوره يا حاجه. إيه عندكم جدعين، واحد اسمه عادل سعيد وواحد اسمه رمزي، عايزين نشوفهم. ايوه دول ممسوكين مخدرات. لا يمكن العصفورتين الكتكوتتين دولت بيتعاطوا سم ابيض. يتعاطوا ايه يا هانم؟ دول الايد اليمين والايد الشمال لاكبر تاجر مخدرات في الجمهوريه، المعلم خيال. حضرتك يوسف باشي، من فضلك طلب انساني ملح من زوجة ثكلى، ممكن اقابل المتهم حتى تثبت ادانته؟ انت دبلوم حقوق ولا ايه؟ الهي ما يشفيك قدامك، عايز اشوف ابني. اسمعي يا حاجه، هيترحلوا بكره على النيابه، ابقوا اسبقوهم على هناك. نو I'm going to talk to my lawyer. ها اكبر محامي هجيبه هنا. وبعدين من فضلك يا حضره الضابط ده بياخد باله من ستات. لو سمحت من فضلك، انا كده مضطره ان انا اصعد الموقف.
انا شاكك في شهادتك اصلا. الحرس واجب يا عسكري. امرك يا فندم. ابعت لي العيالين اللي جم امبارح بالليل. تمام يا فندم. ما تقلقوش العدل هياخد مجراه. انا عارفه ان ابني مظلوم. اكيدي 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 اصحابه الشريرين هم اللي علموهم كده. انا هقف جنب عادل حتى النهايه وعمري ما هطلب منه الطلاق ابدا. اصيله يا مرات ابني اصيله. الا لو ثبت عليه الحكم طبعا. واطي طول عمرك واطي. ماما ماما حماتي رانيا. ايه ده ايه ده مفيش حد في استقبالي. امال فين فات لو حته. طيب ماما انا مظلوم يا ماما انا مظلوم والله يا رانيا مظلوم يا حماتي. وانا كمان كلكم والله مظلوم. احنا بتوع الكوكتيل يا حضره الضابط. احنا بتوع الكوكتيل. كلهم بيقولوا كده في الاول. اسمعي يا حاجه يا ريت تعقلي ابنك وتخليه يعترف على شركائه المعلم خيال والاخ ميكروباص. لو اعترف عليهم ممكن الحكم يتخفف يبقى 20-25. حضرتك ازاي انا حضرتك والله انا ولا اعرف خيال ده ولا عمري ركبت ميكروباص. حضرتك احنا زمان في القهوه احنا بتوع كوكتيل. كوكتيل يا باشا. هو الكوكتيل نزل جدول. مش عايز رغم. اسمع يا حاجه لو هتقولوا لهم حاجه او هيدلوكوا على مكان الحاجه يا ريت تخلصوا بسرعه علشان الزياره انتهت. الوداع يا عادل. تمسك يا حبيبي حتى النهاية. أنا ما وعدكيش إن أقدر أتمسك أكتر من كده. لا. طب بقولوا بقى الحتة وفتلة إن هم يجوا يزوروني علشان إن النهاردة أنا محبوس. عادل أشوفك بكرة في النيابة يا عادل. ماما أعملي سندوتشات بس بالبسطرمة يا ماما. وكتر السندوتشات والبسطرمة يا مرات عمي. لا لا أنتوا ما تاكلوش بسطرمياتوس خالص. أنا هجيب لكم تيك أواي. أنا هجيب لكم سندوتشات هوت دوج. هوت دوج إزاي بس يا حماتي؟ إذا كان دوج هياكل دوج إزاي يعني؟ لوك لوك كتير أنا مش عايز. ويا ريت تعترفوا وتخلصوني علشان أقفل المحضر ونبقى أصدقاء. يا باشا انا تحت امرك بس حضرتك اللي اسمه خيال وميكروباص ده انا ما اعرفهمش حضرتك. وبعدين احنا زباين عاديين في القهوه. واسال في القهوه. احنا بتوع كوكتيل حضرتك. كوكتيل. انتوا مسميين الصنف كوكتيل ها؟ يا باشا هو من ذليل الازل اسمه كوكتيل. ذليل الازل يعني شغالين في الصنف من زمان. انا كنت تايه عنكم فين. يخرب بيتك يا ابني. اسكت بقى. هتودينا فين اكتر بالاسم؟ هتحبس فينا ايه زياده عن ما احنا محبوسين؟ يا باشا حضرتك بعد اذنك يعني انا راجل محترم وشاعر وليا قصايد وليا اعمال كتيره جدا في كل حته في البيت عندي. واعرف منين انك شاعر؟ حضرتك انا الشاعر عادل سعيد. ممكن اقول لك قطعه من اشعاري تعرف ان انا شاعر؟ اتفضل. يا مصر. الله جيت لي على الجرح. انا اسف اني جيت على جرح حضرتك. معرفش انك متعور خالص يعني. لا لا ولا يهمك كل هون في سبيل مصر. كمل. يا مصر فيك الشعب بيبص على الهرم وهو ماشي بيزغرط. محمد بيزغرط. سيد بيزغرط. مايكل بيزغرط. منير بيزغرط. جورج بيزغرط. انتصار بتزغرط. انعام بتزغرط. الظابط بيشخر. دول انا بحب مصر قوي. دول اخطب لك بعدين. بعدين الظابط نام. يلا بينا نهرب. يلا ما تزعقش. دول اصل نقلقه في نومه يا عم. يا غبي احنا عايزينه زي ما هو نايم. احنا دي فرصتنا عشان نهرب. يلا يا دوله. طب افرض صحي دلوقتي وما لقيناش. هيعرف ان احنا هربنا اول ما نثبت براءتنا ونشوف خياله وميكروباص ده نبقى نيجي نصحيه ونجيبهم له. يلا طب نسيب له جواب. طيب يا دوله امشي. ما تفكرش. ما تفكر. اوعى تخبط في العسكري. ليه ما حدش يعرفنا؟ اقعد اقعد. ده انا معرفتكش يا دولة. الشاول واحد كوكتيل ياد يا بدوي. الله الله الله. انت عرفنا بلدينا شفتنا قبل كده يا ابوي. ده انت صيتك واصل عندينا لحد بحري. يا غبي الجبلي جبلي ما توديناش في داهية. وعندك واحد عشان تجيل مع واحد كوكتيل لذئاب الجبل. قالوا علينا ثيابا وحلينا سخلابا يا بنا وعطي خندي حكيتنا عرفا عزيزو
بقعد. وبعدين ايه الكوكتيل اللي انت طالبه؟ في سعيده بيشربوا كوكتيل. ايوه يا دولا دلوقتي السعيده اتمدنوا يا دولا وبيشربوا كل حاجه يا دولا. يا عم دول شايلين موبايلات دلوقتي. يعني احنا نخلص من البوليس هتوقعنا مع السعيده؟ السعيده دول اجدع ناس يا. ايوه دولا ما انا منيهم. منيهم يا عيني يا سعيده. لو سمحت امرنا يا باشا. سيفو بلي. واحد شاي فتله مع نقطه لبن بارده. وانا عاوز واحد كابتشينو رغاوي. وعندك واحد شاي فتله مع واحد كابتشينو البهوات. خدت بالك بهوات؟ ده انت على ايدي بقيت ميكروباص يا عيا معفن. ايه بقى بس البدله التنكريه الجديده دي ليها هبه برضه، وعمر الحكومه ما هتشك اننا نقعد في نفس المكان اللي هربنا منه. اخي شفت يالا يا رمزي؟ ولا رمزي. ايوه يا دولا. يالا عادي عادي، هم دول يالا خيال وميكروباص. ايوه يا دولا هم وميكروباص ندف يا دولا، باين عليه خدوا الشندوكو. نقفشي يا غبي نقفشي. احنا الاول هنستدرجهم في الكلام. اصبر اصبر. بعدين يا خيال السوق نايم والبوليس صاحي وكده، البضاعه هترنخ عندنا. ايه وبعدين يا معلم دحش؟ لا طب وليه الغلط بقى دولا كده بقى؟ غبي يا غبي ده اسمك اسمك. وبعدين يا معلم دحش هنعاود على الصعيد تاني من غير ما يكون معانا ولا حتة مخدرات قدك ده. الشباب هناك بيتمرمخ في الأرض. آه قلبي معاك يا معلم بغل. مش معنى تقفل جحش ومقفلك. ماشي ماشي، أما ناخد بس براءة هفرجك. الشباب عندنا في الصعيد عم بيطحن الجوالح ويشمها. سمع اللي انا سامعه يا خيال. طبعا ولا في الخيال، زبونين غش مسق ومش هيعرفوا ان البضاعه خنتريش وكبس طرابيش. مرحبا يا بلدينا. اهلا اهلا يا بوي. تفضل اقعدوا. منين في جبلي؟ اي حته في جبلي انا فيها انا والدزمه دي. ابو زيد كيف؟ كيف خرمانين يا بوي؟ خرمانين، مفيش ولا حتى وجيت حشيش. تقدر تحمل كام يا ولدي؟ احمل قد ما تقدر تتديني. الدحش مودود هيشيل على طول. الله يخليك يا معلم بغ. بحري ولا بري؟ ولو كان بحري لازم تلبسه مايوهات. عموما الدحش ده عارف طريق المطرح، كل يوم رايح داي عليه. هاتوا البضاعة بكرة في نفس المكان والساعة 5 بالضبط هتلاقيني أنا والدحش ده مستنيين. تمام يا معلم تمام، اتفقنا اتفقنا. قالوا علينا غلابة وإحنا يا ناس ذئابة يا مغنواتي غني. أسهل عملية تاريخ عالم المخدرات حصلت يا ميكروباص. بص بقى خير، احنا بعد ما نبيع لبلدياتنا الكروديات دول نكنلنا سنة، وبعد كده نلقط رزقنا في تجارة السلاح. المخدرات خلاص يا خيال اتشمت. جاتك نيلة عليك وعلى افكارك المعفنة. اخيرا عبطت عليك يا ميكروباص انت وخيال. كده يا خيال وزيت عليا. وزيت ايه وزيت ايه؟ اسمع يا توك توك انا هتحبس معاك. حضرتك بقى الخلافات دي تحلوها هناك بقى في الحبس. المهم حضرتك تعرفني انا والحيوان ده. انا ما اعرفش حيوانات ولا اعرفكم ولا ارضى انهم يكونوا من عصابتي ومن صبيان. اتحقق كويس يا خيال. جرى ايه يا باشا؟ انت ادرى مني صبياني؟ ما هو لو دول من العصابه الحكم هيتخفف. جرى ايه يا سعاده الباشا؟ ما الراجل قال لسيادتك يعني ان هو ما يعرفناش. انت عايز تلبسنا مصيبه وخلاص. ماشي يا مصري يا اللي ظباطك. لا 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 بس بس كفايه شعر يا ابني كفايه. انت بقى لازم تجهز كده هو برقصتين على اغنيتين عشان في الزنزانه هتقابل تأبيده. تأبيده هناك؟ لا لا يا باشا انا بريء. لا البرش ما يجمعناش، انا بريء. قدامي بريء. قدامي بريء. يا خيال. ولا دول مش خيال ده شبه تورماي اللي احنا قتلناه يالا في لخمة راس. يا كبير.